والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. باسي أوي بو كردين كا لازم أبي بدوبش هكي كان لازم بنزل ولاي نفسي ما هيتكا اعتقد عن نظرك إن لو كآية لخارجه لخارج هيانية يا لذهن هيانية. قسم دوم والقسم الثاني أن اللازم إما بين أو غير بين. أما قال القسم الثاني رنج تقسيم بيش ثم اللازم ينقسم نقبي قسمين بتقسيمين يعني دو تقسيمي هي تقسيمي كي أو دهبش ولازمي ماهية لازمي وجودي خا لازمي وجودي خارجي ولازمي ذهني او سيانك او ابو ام جار تقسيمي دوامي ولازم يا ابي ببين يا ابي بغير بين لهنا كشمانا باس ما قال لا متنا كذا وانا بكتبتي او بالوجود بين يعني لازمك بين يلزم تصوره من تصور المرزوم يعني هل تصور مرزومك كل او ديال الذهن أو من تصورهما والنسبة بينهما فلا مكنا يلزم فاعل يلزم وزاني كما أعمل آخر وقال ألزم باللزوم باشا أو باشا كبين لا تصوري لازمك يلزم من تصوره أو لازم دي بلي يلزم تصوره من تصور المرزوم باشا تصورك لازم دي هو يلزم شيء عبارة كده تصوره من تصور المرزوم عليه أو توابه أو من تصورهما بالضبط أو من تصورهما والنسبة بينهما الجزم باللزوم دود عنيت يعني مثلا لازم يبين بمشي ويا دو جورة أوش بينك إيه كان أمايك لتصوري مرزومك أوش تصوري لازم دي يعني نية مرزومك تصور كرت باشا أوش لازم دي يعني أوش ديتا أعرف تصوري أوش ديتا أعرف بلا بشي بشكيت لي أنا ويا أو من تصوري يعني يلزم أو يلزم من تصوريهما والنسبة بينهما الجزم باللزوم أو حالبي يعني أوش ويا لازم دي لا تصوري هردوكيانو يعني لازم ملزومك ولا نسبة نيوان تصوري نسبة نيوانيان شي لازم دي جزم باللزوم لازم دي جاء أم جاديت سوى غير بينين فزو باسي بينا سوى القسم الثاني أو أن اللازم إما بين أو غير بينين لازم يا بين يا غير بين والبين له معنى يعني بينيش خوي داري دو مع خب بين لبيانه يعني زور عشكرا دو دانا معناي هي باشا أحدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور المرزوم يا كميان أو لازميك لا تصوري ملزومك وتصوري لازم دي يعني اجر ملزومك هذا الذهن معنا او جدي بذهن معنا باقي ما هربيش ما لازمك نكر بيته بلام كملزومه كمان بير لي كرده وهات ذهن معنا او جدي كما يلزم تصور البصر من تصور العمى هروكو مثلا لازم دي تصوري بصر لتصوري عمى واخا عمى بمعنى كويريه ولا وقت التفسير يا كيتوب شي تفسير عدم بصر على عماتي عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا عدم بصر لو اشتيك إمكاني هي بصير بي ناتو أني بصري لقل تصورناك حالبي ملزومك عدمك يعني عما خوي ملزومة ولا بصري لي ولازم دي شن تابير لبصر جنك يتوا يعني أقر بصر نبي معناه أو تحقق بياناك أما وهذا يقال له البين بالمعنى الأخص أما أن بشبيرا بيني بمعنى أخص بيني بمعنى أخص جاء بيني من أخص لدواية بحثك معلومة به وحينئذ جاء القرار بأعم بيني بمعنى أخص به ولو كانت فغير البيني غير بين لبرابر أعم بينا هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم باشا او لازم تانيك تصورك الى تصور ملزوم لازم نهات به
بلكو احتياجي بو مثلا بتصوري طرفين واحتياجي بو تصوري نسبه لنواني انا بلو. هو بتغير بين لبنا بي ولاجل او تر لقل اواك اخص لي بقري علين غير بيني بمعنى اخص ولا بيني بمعنى اعم بلو. اولد ويا باسيليك كالكاتب بالقوه هسه كاتب يقول لازم ابو انسان بلا لتصوري انسانك او باشا يعني هسه او لتصوري انسانك او لازم نهايه تصوري كاتب بالقوه بكري بلكو هذا غير لازمه يعني ابا بمعنى لا غير لازمه يا بلي لازمي غير بين لازمه بلا لازمي غير بين هذا متواجبون اما كالكاتب بالقوة للإنسان إيسا إنسان هو ملزومك كاتب بالقوة لازمك يأتي وقت إما إنسان ما تصور كرد لتصوري إنسانه تصوري كاتب بالقوة لازمني متواجبين أقل لبرويك لازمني بس أبيت لازمي غير بين أما شي لازم شي غير بين أم لأويك إما سكان بس من بيني بمعنى أخص أو غير لازمي بمعنى أخص أو حالبي نعم غير بين غير بيني لازمي غير بيني بمعنى أخص والثاني بشي دوم من معنى البين لبن البين هو اللازم الذي لازمك أو تويك يلزم من تصوره لا تصورك مع تصور الملزوم يعني تصوري أم كينو تصوري ملزومش كينو وتصوري النسبة بينهما وتصوري نسبة النواني أن كان أمر لازم ده شيء الجزم باللزومي جزم باللزوم لا لازم ده يعني تويتر إزعان كيبه وكاللزومة كهية موجودة كزوجية الأربعة وكو زوجية أربعة مثلا زوجية بو أربعة فإن العقل بعد تصور الأربعة أم جار أما أربعة أما هناك ملزومة كيا والزوجية دواء تصور الزوجية شكرت فلازمة كيا ونسبة الزوجية إليها وتصوري نسبة الزوجية بولا أربع أشكر أمس يعني تصور يحكم يعني أو عقل حكمك جزما بجزم بأن زوجية بويك زوجية لازمة لها لازمة بو أربعك حالب جاء وذلك يقال له البين بالمعنى الأعمي يعني آبا بشيج لازمي بيني بمعنى أعم حالبي لازمي بيني بمعنى أعم يجن بمبشا خب بيني بمعنى أعم يعني أجر عيسى أما مثلا ببي أو بيشو بيجريد أبتا لازمي غير بيني بمعنى أخص يعني هل أم لازمي بيني بمعنى أعم أبتا غير بيني بمعنى أخص أو حالبي أما جاء أم جارا وحينئذ ولم كاتدا كم بيني بمعنى أعم فغير البيني هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم باشا بلي. لو كاتات أم جاء غير بين أكات أو لازميك لتصور كيو لقال تصوري كتصوري أو إشكيو تصوري ملزومك إشكيو تصوري نسبة بين شاركي يشتا جزم باللزوم لازم نهي يعني إزعاني بيانكي مثلا بغي رنق لزوم ببي يتنقي تأو درجة بيجي صدر صدوعي بلي بلي جاء و بعض كمالك كوكو شيء كالحدوث للعالم كو حدوث بو عالم إذا حدوث بو عالم لازمي بين نية يعني أبت لازمي غير بيني بمعنى أعميش حالبي نقل غير بيني بمعنى غير بيني بمعنى أخص جاء إذا ليرا أم قسمتي أويك لأن البينة أو حاشيك لأن البينة بهذا المعنى ما يحصل تصور اللازم بعد تصورات ثلاثة لأن البين بهذا المعنى بويك يلا بيني بمعنى ما عم أعم شن بين بمعنى ما شتيكك حالبي يحصل يا ما يحصل شتيكك حاصل أكا تصور اللازم بعد تصورات ثلاثة دوايسي تصور باشا جاء مثلا تصوري لازمة كمان بودي تبروه تاني. بعد التصورات تصور اللازم تصور الملزوم تصور النسبة باشا البتاء اللي راعوي كحاصل أبي جزم بلزومك حاصل أبي وليه هلوك تصوري لازمك كواتاش أعوي بوتا لأن البينة بهذا المعنى ما يحصل باشا
ما يحصل الجزم بتصور لازمي عربه ما يحصل الجزم يا ما يحصل الجزم باشا بعضه باللزومي ما يحصل الجزم باللزومي بعضه ما يكك جزم بلزوم حاصل أكا حاربي بل بعد إتو لازمين إليه بعد تصورات ثلاثة دواي سي تصور تصوري لازم تصوري ملزوم تصوري نسبة ونيا ولي والبين بالمعنى الأولي كفمان بين من أخص يكفيه تصور واحد يك تصوري بزبو وهو تصور الملزوم فقط يعني فقط تصوري ملزومة كالكرداية إتو لازم فاز أما بيتا شي أبيتا بييني بمعنى أعم شون كان يازي بتصوراتي زواتر هيا يعني مثلا سيدانا تصوري قالك تا جزم بلزوم حاصل بو أو بيك تصور جزم بلزوم حاصل أبو يك تصوري بي حالب ومعلوم إشا وكل ما يكفيه تصور واحد هرشي كي يك تصوري بز بي فهو يحصل بثلاثة تصورات بطريق أولى يعني أوك بيك تصور حاصل أبي بطريق الأولى بس يتصور حاصل أبي حاضر بلا بخلاف ما يحتاج إلى ثلاث بلام ويك يحتاج بس يتصور هيا فهو لا يحصل بتصور قطعا بيك تصور حاصل أبي حاضر بلا دي فكل بالمعنى باشا فكل بين بالمعنى الثاني فهو بين بالمعنى الأولي أها فاز أويك بين بمعنى دوم ببين بمعنى أولي شهر بين ولي عكسكيني ولي عكسكيني بويا كان يعني أم أعم زالي شو أنا عيسى أم بيني بمعنى أعم بالي لدو قناغة تحقق بياءك باشا بيني بمعنى أعمك أري لدو قناغة أو بياءك يكيك أماك أجر مثلا وقت يكا بيك تصور بالي بيكت يعني بيني لازم يك بيك تصور حاصل أبيه أوش أجريته لازم يكش كبس يتصور حاصل أوش أجريته بلام أوي كبيني بمعنى عمبو فقال لازم يجريته كبيك تصور حاصل أبيه يعني لازم يجنا جريته كنيازي ب بو حاصل بنا كنيازي بس يتصورها فز بويا أو أخص أو أنا عمه ها وتاني حالب بلام نوكو حدوث بو عالم سأو حدوثي عالم حدوثك لازم بو عالمك بلام تصورك إلى تصورات الثلاثة ولازمنا هي بلكو يحتاج بإقامة حجة دليل هي فهذا التقسيم الثاني أم تقسيم الدوامية بالحقيقة خوي تقسيماني باشا لحقتا خوي دو تقسيم إلا أن القسمين الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين باشا إلا أوني هيك هر أو دو قسمي كحاصل قبل نسر هر تقديري باشا أو بييني مثلا بييني بمعنى أخص بييني بم نا بييني بمعنى أخص غير بييني بمعنى أخص وانيا أمر بييني بمعنى عم غير بييني بمعنى عم هادو تقسيمة لواقع دو تقسيم حالبي بلا تقسيمك لهر دو صورة كذا هر ببينو غير بيننا وبري بيك تقسيم هنا بيتي مثلا إذا كان يقول أنت بين شيء بين دو جوره عواو تودي مثلا جوره كان اتباسي بمعنى أخص بمعنى عمي نكر لما تنكا بين دو جوره جوره كان ويا كحاصل أمام تصوري ملزومك ويا أويا دو هم يعني ويا كجزم بلزوم حاصل أمام بشي بتصوري نسبته لازم ملزوم بهرت كان تصورك عواو يعني كان أويا بعبارة كتير بين لازم يبين دو جورة مثلا جورة كان أويا كجزم حاصل أبي بلزوم بيك تصور نوع دوام يعني بو أوي كجزم حاصل ببي بلزوم سيتصوري قرأ وسي يك تصوري وسيتصوري بس بو بدو دو باش أم جالة برابرة هل يكي لوانا بي غير بين يعني برابرة هي غير بينك غير بيني يكتصوري يعني أوي واب يكتصور حاصل نبوه وغير بيني حالبي غير بيني سيتصوري يعني أوي جواب سيتصور حاصل نبوه هر غير بيني باشا بلام ديارة أبو دو تقسيم مثلا أول متأكاك لازمي بيني بمعنى أخص أول من بوتاي أما شو لازميك حاصل أبي بيكتصور جزم بلزو يعني جزم بلو بيكتصور حاصل أبي أي غير بينك أي كامسة وغير البين بمعنى الأخصي
ما لا يحصل الجزم باشا بتصور واحد او وغير بينك امر مثلا نوع دوام لبين تقسيم دوام بين يا او صح حاصل او بس يتصور باشا يا بس يتصور حاصل ما به جاء ويك بس يتصور حاصل او هل بيجن بين ولا بيني بمعنى اعم دي ام جاري اويك حاصلنا بس يتصوريش اويت غير بيني بمعنى اعم حالبي بل ثواني ايه القسمين على تقدير الاخص وهما البين بمعنى اخص وغير البين بمعنى الاخص والقسمين بالمعنى الاعم هما البين بالمعنى الاعم وغير البين بالمعنى الاعم لا يسميان بالاخص ولا عم بل في كلا الموردين لهذا شو انا كذا يسميان بالبين وغير البين فقط إذا من غير ضمّمة قيد أخص وأعمي بيوناني لبروك قيد أخص وأعمي بيوناني يكتقسيم عربي جاء أمرا شنو صير مثناك جارك تي أمتنا دوروكي أأوني كاوتي وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن شيء فلازم بالنظر إلى المعرفية أو الوجود أو جاء أمجال بين يعني ولازم بين أو تقريبا لازمك مقدرة لازم بين بين يلزم تصوره من تصور المرزوم بين يكواك لازم دي تصورك إلى تصوري مرزومه أو لازم بين يلزم من تصورهما والنسبة بينهما ألزم من اللزوم باشا لا تصوري هذو كيان تصور نسبة بيني أنا جزم باللزوم لازم دي حاربي إنتوا اللي بين وغير بين كشي لا شرحك لحاشيك زانما وغير بينين أو بين مدة وغير بين بخلافي أو يعني بخلافي أو كهات غير بينك أشدو جوره جوره كان أو يك الجزم باللزوم بيك تصور حاصل ما هي جوره كتير كان أو يك جزم باللزوم بس يتصور حاصل ما هي أو حاربي وإلا فعرض يدوم أو يزول أم وإلا يا وإر نبوت العرض العام وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها وكل من إن امتنع انفكاكه أجر إجازة بابا أجر ممتنع به ممتنع الانفكاك به للشيء أو لازمك فلازم ولازم أي أجر هاتو وإلا يعني أجر هاتو ممتنع الانفكاك نبو هو هر عرزة جاء بقيد مفارق شيء ببه لمعنى ده هيتي بعد ما تنشابه ينكربه فعرض مفارق أو عرز مفارق شيء يا يدوم بردوام به أو يزول بسرعة يا زوالي أبي وليك زوالي شبي يا بسرعة زوالي أبي يا بطئين بقران لاش درن لاش يعني درن يبشي قوله يدوم كحركة الفلك إذا الفلك متحركة يعني حمو فلكي كصورة فإنها دائمة للفلك يعني حركة دائمة مو فلك وإن لم يمتنع انفكاكها هرشا أو حركة انفكاكي لفلك كم حالية وقت عالم لحركة كويت يعني حركة نامين أقر وابوهي حركة وهناك بيك ولا بينشون وليس مثلا انفكاكي محالية أكري شي به أكري فلك وشك بيسي ويتدني آخر الوقات حركين بيني نظرا إلى ذاتي بل زي بولا ذاتي فلكك مثلا إذا كان ذاتي فلكك لقى الحركة أيسا ذاتي إنسان مثلا ضحك همشه هابيو يا كاتب القوية همشه هيا ذاتي إنسان واهي مثلا ذاتي فلك إذا فلك مدورة بلين قردواري باشا أو تدويريك لقى يا هياتي همشه هي ولي خب ولي مثلا لو لاو حركة صور خوارنا كيف أقول أخو الأخوة أكري بيوسي سكون بياكا ولي أقل لبيني الشيء دائره كي هرميني حالبي يقول خويا جابي سرعتين بسرعة لاشي كحمرة الخجل وصفرة الوجل خجل يعني كسي خجالتي كي شعرة صفة مشابهة وجل يعني كسي أترسي أقر خجل بمعنى خجالتي لبنى خجل ما خجالت بودل يا أو جلال وجل وما سركاني أنا ولي خجل وجل صفة مشابهة كاني أنا مثلا سوريتي ده مشاوي كسي كخجالتي لخجالتي السولة بيته خلال لعاتشي يا وجل ترسانوك لترسان رنغي زرده بي زرده كي خلال لعاتشي ولو أو بطئين كالشباب وقت جواني
زل جوان بودن خوي أو عرزيك خلال أنا هاتي بمروري شندين صار جال هاتي حاربين أو بطل هاتي ولا عرزي مفارقة اللي لازم يبغى شخص أقول لازم ينبو لازم يبغى إلا من أول شال قال يبغى باشا وقت التعامل هذا قال يبغى طبعا موافق بيشوف أجمع وصل